ازاي حولت الصورة دي من دي لدي اهي، وبعد كده تعمل ابلود نيو على الموقع ده. الموقع ده اسمه بيبليلي بيبليلي بيبليلي، اوكي. بعد كده تروح داخل هنا على هوم، وبعد كده تدوس ابلود نيو، وبعد كده تسحبها تجيب الصورة اللي انت عايزها. انا كنت حاطط الصورة اهي، دي الصورة اللي انا كنت عاملها، هو اللي هو بيحاول ان هو يريموف الباك جراوند او اللي هي الخلفية للساعة، هو عايز بس الساعة بس لوحدها. فهو دلوقتي بيعمل بروسيس او معالجة للساعة ان هي تظهر لوحدها، او اللي هو المنتج اللي انت عايز تسوق ليه. فالساعة دلوقتي اهي بقت لوحدها اهي، كل اللي عليه ان انا هعمل سيف برودكت، دوست اهو على سيف، وبقول له هنا سربرايز مي، او اللي هو دوس سربرايز مي يعني فاجئني، يعني فاجئني وريني كده الساعة دي تنفع تتحط في منتجات عاملة ازاي او في صور عاملة ازاي. هو دلوقتي بيحاول يلود اهو، اهي الساعة اهي دلوقتي بقت موجودة اهي في كذا حاجة، ولو عجبتك تنزل الساعة اهي. طب ممكن بقى ندوس كاستمايز مثلا كده، لا مثلا ندوس مثلا على فلاورز، وندوس مثلا فلاور سيم. انت بقى تقعد تدور هنا في الحاجات تبعك اللي هي مثلا بينت ناتشر. ممكن ندور في البينت دي المرة دي، لحظة كده بس لما يخلص دي. اهي دي صورة الساعة اهي اتحطت اهي في ال، اتعمل لها خلفية اهي. ممكن بقى نعمل لها هنا زي بينت مثلا، نشوف البينت ده ايه اللي هيحصل فيه. على فكرة شكلها كويس والله. يعني بص انا شايف مثلا صورة زي دي مثلا، او صورة زي دي مثلا نعمل لها مثلا داونلود، انزلها مثلا على الديسكتوب اهي، واعمل هنا داونلود الديسكتوب اهي. ممكن مثلا نجرب مثلا صورة، اخر صورة خالص مثلا نجربها على بيبليز اهي، بيبلي اسمها بيبلي اهو. اهي دي الصور اللي على البيتش دلوقتي. لو احنا خلصنا الصورة اهي، هنروح جايين على الصور اللي احنا نزلناها اهي. على فكرة انا شايف ان شكلها حلو يعني، مع شوية اضاءة. ازاي حولت الصورة دي من دي لدي، و في صورة تانية اهي. انا شايف والله ان هو كويسين جدا والله، بس هي بس يعني مش محتاجة اي حاجة، دي في ثواني جدا. شكرا جدا ليكم يا جماعة، ولو عجبكم الفيديو اتمنى تشتركوا معايا في القناة لو انتوا على اليوتيوب، وتعملوا فولو لو انتوا على التيك توك، لان انتوا ان شاء الله توصل لكم حاجة. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة السرشجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.